السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مشاهدين الأكارم ومعنا في حلقة جديدة من برنامج الوسطية والذي يأتيكم من ضمن الحملة الوطنية الإسلامية لمناهضة العنف والغلو والتطرف والإرهاب برعاية دي رئيس ديوان الوقف السني الدكتور العلامة عبد اللطيف الهميم حياكم الله مشاهدي الأكارم وأيضا من شاشة قناة سامراء الفضائية دعوني أرحب باسمكم وباسم فضيلة الدكتور جاسم السدر عضو الحملة الوطنية لمناهضة العنف والتطرف والإرهاب أهلا ومرحبا بكم دكتور جاسم معنا في هذه الحلقة حياكم الله شكرا جزيلا ممتن على الاستضافة حياكم الله دكتور يعني بدايه كنا نتناول العديد من المواضيع في الحلقات السابقه ايضا في هذا الموضوع تحديدا نود ان نتكلم معكم عن موضوع جدا مهم وهو تفكيك خريطه العنف يعني هذا الموضوع او هذا العنوان يكون في داخله او اسفل منه العديد من التساؤلات هناك ما يحير بالمجتمع الإنسان المواطن اليوم العراقي أيضا وحتى غير العراقي طبعا فبرأيكم بداية دكتور يعني هل للعنف خريطة؟ نعم شكرا على اختيار هذا المحور الهام من محاور الحملة طبعا للعنف خريطة أو قبل الخريطة هناك بنية يعني بنية صلبة أو بنية داخل أساس الأساس أساس بالضبط أرضية ثم خريطة فكرية <applause> يعني تتفرع عن هذا الأرضية أرضية العنف أو أساسها تتفرع خريطة خريطة تستند هذه البنية إلى خريطة فكرية <applause> أكيد له له خريطة لأن العنف أو الفكر العنفي لم يعني لم يأتي من فراغ أكيد هناك قراءات هناك واقع إنتج هناك يعني خلينا نسميها أسباب تشعبات كثيرة, كثيرة أسباب كثيرة, <applause> كثيرة تداخلت وتشابكت وتعقدت ف... وتأزمت فادت الى تشكيل بنيه في عقل الانسان وفي روحه وفي نفسه وايضا الانسان بطبيعته حتى يبرر فعله حتى يبرر فعله و... او يشرع بعباره اخرى فعله فيقول انا استند الى كذا وكذا وكذا من الاقوال من النصوص من التاريخ طبعا هذه هذه الامور دينيه ام مجتمعيه يعني بعيده حتى عن الدين امور ربما اكيد اكيد هي اسباب العنف كما ذكرنا سابقا وليس حكرا في مساله الارهاب او الارهابيين وانما موضوع متشعب يعني اكيد هو اكيد يعني. هو موضوع متشعب لكن هنا, هنا احنا طبعا في برامج الحمله وحلقات الحمله نتناول العنف الذي يرتكز على قراءات دينيه او على قراءه نص او فهم نص او استدعاء نص او استدعاء تاريخ طبعا ذكرت العنف بنيه ويستند الى خريطه يعني نعم. للعنف خريطه اكيد لن نستطيع اليوم تدري حمله عالميه مهم. يعني بعد ان اوغل العنف في يعني الاذى في الانسان الموارد ال يعني حتى في التاريخ والاثار يعني كل في يعني كل ما طالته مهم. اينما حيثما وجد مهم. فهذا يتطلب ان نحفر في بنيه واسس هذا العنف مهم. ونذهب الى الخريطه مالته مهم. ونفكك هذه الخريطه مهم. لماذا يعني كأننا نقوم بعملية جراحية يعني ليست عملية خ... استئصال البنية من, من الجذر من جدر. آه شون جذر آه يعني جذر المرض مم. أس المرض وظواهر المرض مم. المفروض المعالجة الأعمق الأدق الناجعة التي يعني تصل إلى المعافاة إلى النقاهة استئصاله آه هي هي بالكامل بالضبط عن طريق يعني عملية جراحية فكرية أولا آه دكتور إنزين إحنا إذا بهذه المرحلة نحن نتحدث عن شيء واقع ملموس الآن في الشارع يعني لما نتعامل مع شخص ما ممكن احد يعني يدخل ايده في عقل الانسان او في مخه ويطلع هذه البنيه الخاطئه، نحتاج الى دعامات، هذه دعامات ربما تكون خارجيه ايضا. يعني هل من الممكن فعلا الوصول الى هذه البنيه؟ طبعا نعم، اذا كملت سؤالك هي تشكلت هذه البنيه العنف وخريطه لاسباب كثيره متداخله، نفسيه، اجتماعيه، تعليميه، مؤسساتيه، احباط، فقر، اسباب كثيره نعم تداخلت وتعقدت فاسست بنيه عنف وخ... وتكونت بنيه عنف <applause> طبعا مدخلات خلينا نسميها مدخلات <applause> يعني شو اقول فيروسات خارجيه دخلت وجدت منافذ وجدت فراغات فدخلت الى الجسم البشري للعقل البشري فاثرت هذا العقل <applause> البشري ما هو الحل؟ ان تدخل يعني تدخل افكار اخرى رؤى اخرى بدائل اخرى شو بعلم الحاسب يسموها فرمته يعني فرمت البرامج، البرامج برامج البرامج الخطيره ونعيد بالضبط. بالضبط بالضبط نعيد تشكيل العقل وتشكيل الروح وتشكيل النفس تشكيل القيم اعاده بناء سلم القيم نحتاج هكذا لان الانسان مو بين ليله وضحاها يتحول إلى وحش البيئة. غاري الى مفترس الى اكيد اكو يعني اه جيد و... هناك ترسبات تحولات مم. قراءات واقع معين واقع متخلف حتى الضغط ضغوطات طبعا نسميها بيئة, بيئه متخلفه يعني ما الفقر وإحباط فرص عمل ماكو وبعدين تعليم بائس بعدين اسر مفككه او اسر لا تتم بالرعايه والتربيه وال يعني لابنائها يعني تداخلت عوامل عديده وثم في فتره مده احباط في فتره احباط ويأس وكذا يعني اصطيد هذا يعني لانه لا ينتلك يتلقاها الانسان يعني اللي كانت عنده ربما في داخله جاهزيه ارضيه خصبه جاهزيه لاستقبال هذه الافكار اخوان نقدر نقول عنها نعم. حتى تستقبل هذه الظروف طيب هذه الظروف والعوامل دكتور يعني هي ليست محصوره فقط في منطقه الشرق الاوسط التي تعاني ما تعاني في كل العالم في, في كل العالم يعني ربما اذا احنا نريد نباوع الى الدول الاوروبيه هناك حتى ايضا عنف في داخل اوروبا وخرج من اوروبا اتى الى منطقه الشرق الاوسط يعني إيه هذا هم نفس الظروف اللي عاشها لو هي كل واحد له مجتمعه له التأثير الخاص طبعا القضيه العقليه وين مم. يعني القضيه هي اولا فيروس عقلي اولا فيروس طبعا هو اكيد هناك فراغ في النفس فراغ في الروح فراغ في القيم أيضاً فراغ مجتمعي موجود هاي كلها موجوده يعني شلون الانسان يصبح في حاله مرضيه خواء احباط فتاتي هذه الافكار افكار العنف لا. كانها المنقذ كانها الخلاص يعني طبعا هو حسب تفسيره حسب تفسيره هو يجد مم. في هذه الافكار انقاذه يعني ونجدته مم. وغوثه وسيحقق فيها استقلاله وذاته و و يعني مثلا الدر... الان الدراسات الحديثه المعاصره دروس يعني درس موضوع الارهاب درس مم. نفسيا وفكريا وثقافيا وتل... حتى نماذج يعني مثلا كم عدد المتعلمين الذين التحقوا بمدارس العنف مثلا حتى المتعلمين طالب. حتى من ذوي الشهادات العليا سواء اطباء اطباء ومهندسين وشهادات عليا وايضا من من ذوي الدخل يعني الميسور مم. ايضا ومنهم فقراء ومنهم اميون وسطحيون يعني قصدي لم يتلقوا تعليما عاليا مثلا هنا القضيه قضيه عقليه السبب الرئيسي الاول هو ان هذا الانسان الذي درس التقنيات يعني هندسه وطب هو لا يمتلك عقلا نقديا او عقلا تساؤليا او تشككا فيما يسمع هو يعني يستقبل شلون العقل يحتله من يسبق اليه هذه عباره مهمه العقل نعم يحتله من يسبق اليه يعني اول واحد حكى وياه خلص, خلص. مثل آه صار الطفل. الطباع مثل الطفل. حفر مثل الطفل بالضبط هي, هي في الطفوله في العقليه فنسميها طفوله عقليه مم. هي طفوله عقليه فرسخت عنده في داخله واصبح يتمترس يحتمي بها ويتمترس خلفها مم. و يعني حيكون هو وحده الصح والباقيين كلهم على خطا وضلال وكفر وكذا وسيذهبون الى النار م -م. وهكذا فهي القضيه عقليه ما لم نبدا بتفكيك خريطه العقل هذا العقل نسميه العقل الاعمى الاحول م -م. الموهوم هذا الذي تعرض لغسيل الدماغ ثم م -م. نعيده نعيد نعيد بناء الفكري نعيد تشكيله صياغته برؤى وافكار اخرى يعني المفروض يتحول من من عنف الى سلام من قطيعه وكراهيه الى تواصل وتجسير طبعا هنا برمجه القران الكريم في نصوصه الاحاديث الشريفه تبني يعني تعيد بناء الإنسان، تعيد بناء،, تعيد بناء وذكر فإن الذكرى تنفع وذكر المؤمنين، فإن الذكرى أيضا هذا تنفع المؤمنين، تمام. تنفع المؤمنين ببناء الجسم، ببناء العقل، طبعاً. ببناء النفس أيضا، نعم. وحتى الروح دكتور يعني ربما من خلال الحديث نفهم أن هناك أيضا هي ليست مسألة عفوية بقدر ما تكون هناك رغبة أيضا لدى الشخص م. بالتحول إلى إنسان يحمل طابع العنف وتكون في بنيته رغبه كامله باستقبال وتلقي بنيه العنف اذا يعني تكوينه العنف وتكوين بنيه العنف تتكون وتنطلق من مساله الرغبه ايضا م. او تجد لها بابا بالضبط هو هو الانسان في في عمر معين وعنده م. طفوله فكريه وواقع محبط وبيئه م. متخلفه وما تلقى التعليم التساؤلي النقدي م. التحليلي يعني وفرص عمل ما موجوده يعني في بيئه ويعني يعني هو اصبح في مهب الريح يعني بامكان اي واحد ممكن يستشعر يسخل... يعني. بالضبط يكون... مثل الانسان المريض دكتور بالضبط. يعني نقول له الوقايه خير من العلاج بالضبط. اكو بعض الاكلات او بعض مم. الامور لم اذا ما تغسلها وكذا تكون عرضه للاصابه بمرض واخطر الافكار اخطر مم. الافكار الافكار مم. اخطر من السموم لأن احتمال ذكرت بحلقه ماضيه مم. من يتعرض في تسمم في معدته تبدي راسا تظهر الاعراض ودول الطبيب ويروحي. لكن من عنده تسمم في عقله مه. هو ما يشعر هو عنده تسمم في عقله الانسان يعني ما طبعا آه الاعراض حتكون اما عنفيه اجراميه وهكذا الاعراض ستكون بشكل اخر ايضا من المهم ان ندرك ان هذه الخريطه العنف او بنيه العنف ترتكز الى ركائز مه. يعني بنسميها نسميها الايدولوجيا الايدولوجيا يعني القالب الفكري اكو قالب فكري تعتمد عليه قالب فكري اكو خلينا بلغه اخرى يسموها يعني كانوا لا ينظر الا بعد واحد ذو مم. بعد واحد يعني ها الذي ينتمي الى مدارس العنف لا يمتلك عقلا مركبا يمتلك عقلا سطحيا بس يعرف اسود ابيض معي ضدي فقط م... باتجاه واحد واحد عقل بعدي يعني نظره احاديه عالم اليوم عالم مركب مم. يعني ذو ابعاد ها الاعلام ذو ابعاد مم. متعدده مم. فالمفروض عندنا يعني احنا نبتكر افكار ذو ابعاد متعدده يعني افكار تصلح للعالم المركب والسؤال هو بما ان العنف مشكلته مركبه تداخلت اسباب كثيره آه. نفسيه واجتماعيه وتعليميه واعلاميه والى اخره اذا يحتاج لعلاج مركب شايف نروح للصيدليه يقول لك هذا الدواء تركيب فيخلط مجموعة, مجموعه ادويه مجموعة يقول, مجموعة يقول مجموعة هذا الدواء مالك تركيب بما ان الازمه ازمه العنف ازمه مهم مركبه متداخله تداخلت كثير من القضايا اذا يحتاج ايضا ادويه مركبه هاي الادويه المركبه ايضا دكتور يعني ايضا نحتاجها بصوره تكون لها فاعليه سريعه طبعاً. لان احنا ما عندنا وقت مناسب حتى نبدا نعيد هذا احنا نريد نقطع هذه الجذور ونحاول نخرج مما آه نحن فيه نعم. فبالتالي احنا بحاجه الى آه كما يقال تفكيك آه ممنهج م. وتفكيك وعلى مناسب ايدي خبراء لبنيه الـ الـ نعم. العنف نعم. اذا فما هو هذه طريقة التفكيك طبعا على ايدي خبراء شايف اكو يسموها كتيبة الكتيبة الهندسية كتيبة الهندسية هاي تتعامل مع اللغم المادي <applause> كتيبة الخبراء والمفكرين والباحثين تتعامل مع الالغام الفكرية والالغام الفكرية اخطر يعني ممكن قضي... الاولى قضية قضية مادية ممكن لا. التدريب الممارسة يتعلمها زين تفكيك اللغم الفكري اللي هو اخطر واحنا عندنا الغام فكرية في تراثنا يعني في الشروح والمنقولات وعندنا ألغام فكرية في حياتنا وعندنا ألغام نفسية وألغام اجتماعية وكثيرة زين من هو هذا الذي يمتلك عقلا مركبا يسموه قبل النطاسي وهذا الطبيب يسموه الطبيب الحكيم النطاسي الخبير هذا الذي يعني يضع اصبعه على الجرح ويقوم بفتح هذا الجرح ويستخرج منه يعني الأمراض أو الجراثيم الفيروسات وبعدين يخيطها بخياطه دقيقه وثم نقاها ونحتاج هكذا نحتاج زين هاي مهمه جدا مم هل مم الان احنا نمتلك هؤلاء الخبراء هل من مدارس مهم مهم من مراكز مهم مهم من يعني مراكز تعد هؤلاء؟ طبعا احنا عندنا نقص كبير يعني رغم هذا الكم الهائل الكبير الموجود حتى في بلدنا يعني من العلماء من الاساتذه آه سؤال مهم, 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 مهم سؤال مهم احنا عندنا علماء وعندنا خطباء وكل شيء اعلام موجوده ولكن هل كل من يعني يتحدث بلغه نسميها وعظية او لغه خطابيه نقدر نصنفه من هل نستطيع ان نقول انه هذا يصلح ليكون مم. يعني خبيرا في تحقيق طيب. الألغام الفكريه طيب. قد قد يحمل بذورا ممكن مم. او نواه ولكن مم. يحتاج كثير من الاعداد والتطوير مم. والتدريب انا راح ارجع لهذا الموضوع دكتور جاسم لكن مشاهدينا نذهب الى فاصل ثم نواصل معكم اهلا بكم مجددا مشاهدينا الاكارم ونكمل معكم حلقه هذا اليوم، قبل الفاصل كنا نتحدث مع الدكتور جاسم السدر عضو الحمله الوطنيه الاسلاميه لمناهضه العنف والتطرف والارهاب. الدكتور جاسم كنا نتحدث عن تفكيك واليه تفكيك بنيه العنف. تحدثنا عنها بدايه بموضوع ربما هل من اليه وافكار لتفكيك هذه البنيه؟ ولتحطيمها أيضاً جيد سؤال مهم طبعاً أول مرة إذا نريد ونتبنى عملية تفكيك بنية العنف وتفكيك خارطته ما ينتج عنه من أفكار يجب أن نحسن التشخيص أولاً تدري أول مرة ناخذ أشعة بالتأكيد أول مرة بالتأكيد. ناخذ أشعة حتى نعرف مواطن جذر المرض وين وبعدين نحدد ما هي العلاجات كعملية كي نقوم بالعملية الجراحية بصورة دقيقة بناء على معطيات بناء على قراءة دقيقة بناء على أشعة يعني دقيقة تقنية هذا مهم جدا قبل أن نذهب إلى الآليات والأفكار والرؤى والبدائل في, المعالجة ينبغي أن ذكرت أن نشخص أخطار مكامن بنية العنف و أبعاد هذه الخارطة خارطة العنف طيب. خارطة العنف يعني تستند إلى قراءات يعني ايديولوجية العنف، القالب الفكري مال العنف يستند إلى واحد اثنين ثلاثة أربعة قراءات لا هي هي شنو أول وحدة مم. يستند إلى أفكار، مثلاً واحد تحكيم مم. الشريعة واحد مم. يريد تحكيم الشريعة لكن واحد من هذه الأدلة دكتور؟ واحد الخريطة خلينا نسميها نعم. خلينا نكتب هيك فوق خريطة العنف ايه؟ وننزل منها كأعمدة، خلي واحد تحكيم الشريعة، هو يريد مم. تحكيم الشريعة ولكن هو يريد تحكيم الشريعة بإطارها الفقهي باطار هالجنايات شلون جنايات نعم ما يعني هو لا يفهم من الشريعه روحها او مقاصدها هو عنده دليل يقول لك انا عندي ماشي. دليل ماشي كذا ماشي عنده دليل هو لا يفهم من الشريعه روحها مقاصدها غاياتها اهداف يعني مو رحمه للعالمين ما يفهمها ما يفهم رحمه للعالمين او في السيف بالضبط بالضبط هو يريد تحكيم الشريعه ولكن تحكيم الشريعه ليس في إطارها القانوني القضائي المؤسساتي المقاصدي هو ما يفهم هاي الامور هو يريد يكون هو المشرع هو بذاته هو المشرع هو المنفذ تحكيم الشريعه فياتي بنصوص مثلا نصوص ومن لمحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون النصوص حسب تفسيراته هو طبعاً. حسب تفسيراته هو 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 منتهي مفسر الايه على الفكره بالضبط وايضا يقتبس بعض الايات م. ربما تكون منسوخه ربما تكون في وقت معين ايضا هذا هو يستثمرها له ويصير عليه يعني خلينا نقول بعباره اخرى م. هو عنده قناعه معينه وعنده فكره معينه شيء أساس. بعدين حيجيب الادله م. التي تعزز وتؤكد قناعاته وما يذهب اليه م. يعني هو عنده مثلا فكرة معينة تحكيم الشريعة عنده تحكيم فقهي لا. فقهيا أو جناية لا. أو جنائيا يعني العقوبات لا. يعني لا يفهم من الشريعة إلا أنها تقطع الأيدي السارقة م -م. تقيم الحدود ترمي الناس من علوم من شاهق ترجم يعني هو يفهم تطبيق الشريعة الحدود بي بي في غير واقعها م -م. في غير زمانها في غير مناخاتها في غير ظروفها م -م. وهم ليسوا مخولين يعني لا يوجد تخويل مجتمعي لانه هذا يحتاج لا, لأ, لا يوجد رضا اولا الرضا مجتمعي ما موجود رضا مجتمعي يعني انت تطبق قبول الحدود رضا مجتمعي يعني انت المفروض يصير رضا مجتمعي انت تصير الحاكم هذا المجتمع عندنا صحيفه المدينه وثقه المدينه لا. يعني هاي موجوده تاريخيا مم. في السيره القبول المجتمعي للحدود مو شويه القبول دكتور. المجتمعي زين هل هو مم. يمتلك من هل هو مجتهد هل هو فقيه مقاصدي هل يمتلك القدره الملكه على الغوص في يعني في هي مساله الافتاء دكتور هي بحد ذاتها هي مشكله جيد يعني انت لما تقول هذا شخص صلاته مقبوله او صيامه كافر مقبول كافر خلينا نقول كافر لا هو هو مساله تحديد مقبول قبوليه العباده عند الله سبحانه وتعالى هذا فيها اشكال، زين انت كيف تحكم بإراقة الدم بالضبط وقتل اه وقامت حد خطيره جدا الخريطه نعم الفكريه للعنف، خريطه العنف تسند الى واحد تحكيم الشريعه ولكن بهذه المفاهيم، بهذه الرؤى، بهذه الافكار السطحيه أو واحد تحكيم الشريعة، اثنين الخريطة تستند إلى بعد تحكيم الشريعة إلى التغيير العنفي. كيف يعني؟ تغيير عنفي يعني هو لا يؤمن بالحوار لا يؤمن. لا يؤمن بالحوار. لا يؤمن هاي بالعمل يعني. السلمي لا يؤمن بالرأي الآخر مه. يعني مثلًا تدري المجتمع مالنا حتى المجتمع مه. المسلم نفسه هو باتجاهات بتيارات بمدارس بأفكار أخرى مه. برؤى أخرى هو. يريد ان يقصر يجبر المجتمع كله بكل خلينا مجتمع المجتمع المسلم كل المجتمع المسلم الذي يدين بدين واحد ورب واحد وكتاب واحد ورسول واحد وقبل واحد هو يريد يجبرهم يقصرهم على تفسيره هو تفسير هو, هو, يحصر نفسه في زاويه الفرقه الناجيه بالضبط خلاص يعني احنا خلينا نكون واضحين هذا, هذا افضل ونتجاوز هاي الامور جيد بلا بل من جامل هو يقول انا الفرقه الناجيه صح انا عندي كتاب وعندي سنه وعندي ارض وعندي واقع كل واحد, واحد كل واحد لا يشبهني مو مثلي هو كافر والكافر هال الكلمه استخدمها ايضا بوش في الحرب من كان معنا ضرب العراق طبط فهو صديق جيد جيد فهنا المساله آه كل ما لا يشبه من لا يشبهه لا من لا يوافقه من لا يقتنع بارائه هو, يعني احيانا ممكن يسمح له بالبقاء او يسمح له يعني لا باس فليكن معارضا مم. هذا غير مقبول هو لا يقبل هذا غير مقبول هو لا يقبل التغيير العنفي يعني يستند الى السلاح في تمكين التمكين لرايه يعني هو ممكن يسيطر على الموارد ويختطف الناس مم. ويفجر ال الاسواق ويعني يلجا الى القوى المسلحه القوى الصلبه مم. يعني هو لا يؤمن بالتداول السلمي لا يؤمن بان نتناقش ان نتحاور هو هو ان نسمع الاراء نعم هو يعني حتى ينطلق من منطلق انه اثاره البلبله في المناطق او القتل او الارهاب بمعنى الكلمه الترهيب للناس هو لاصحاح البشريه و ارجعهم إلى طريق الصواب هو هيك هو, هو بالعكس هو ينفر الناس من الدين ويحسبون أنهم يحسنون صنعة صنع. فالخريطة العنف ترتكز إلى الأول ذكرت تحكي مشاريع الثاني التغيير العنفي الإيمان العنفي. بالتغيير العنفي طبعا في هذا صعب عليهم في عالم اليوم عالم مفتوح موجودة وسائل اتصال مواقع التواصل الاجتماعي موجودة يعني إيميل موجودة قنوات فضائية أي واحد عنده فكرة في عالم اليوم أو ممكن يسوي مم. صفحه صفحه يسوي موقع الكتروني مم. برنامج يكتب مقاله في الصحيفه يطلع في التلفزيون مم. يعني لا يوجد منع الان مم. يعني اذا سلك الطريق القانوني والطريق السلمي والطريق الاقناع والطريق الحوار مم. اما اذا ما اومن يعني طبعا يعدون الافكار المفاهيم الحديثه المعاصره يعني مثلا التداول السلمي للسلطه تسمى مم. الديمقراطيه التداول السلمي للسلطه انتخاب راي الشعب الحيازة على ثقة الشعب في تطبيق البرنامج الانتخابي وكذا هاي الأمور هذا لا يقتنع بها يعدها كفر أه. يعدها شرك يعدها ليس الإسلام ضد الإسلام يعني ضد الفهم هو المشكلة اللي يعتنقع يعتقد, هو أنه دائما الأمور المعيشية أو الأمور اليومية والطقوس اليومية هي خارجة عن الدين وخارجة عن مفاهيم الحقيقة للإسلام وبالتالي يجب محاربته لكن احنا نشوف ونتابع أنه يستخدم كل الآليات والتقنية اللي موجودة اللي الغرب هو اكتشافه وهذه ما يحرمها النفس نعم فبالتالي فعلا احنا نحتاج إلى اه مقبولية ومفهوم أيضا لمناهضة هذا العنف اللي موجود فبنية العنف تحتاج إلى أيضا إلى تحكيم الشريعة كما ذكرتم دكتور. ولكن بصورتها الإنسانية والإنسانية يعني مثلا خلينا نسميه الان مشهور في الكتب الفكريه الجديده يسموه الاسلام الحضاري، ماكو اسلام تقليدي وتاريخي التاريخ. وعنفي وجغرافي الى الاسلام الحضاري يعني وتعارف خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا التعارف هو حوار الحضارات وحوار الاديان وحوار الثقافات مم. وهو هذه يعني اللي تعايشوا يعني الان اذا نطرح الاسلام طرحا انسانيا وطرحا حضاريا وطرحا يعني تكامليا يعني يطرح بطريقه سلميه بطريقه حواريه بطريقه افضل من يعني اكيد يعني لا يقارن بالطرح العنفي يعني الانسان الانسان انك تستطيع ان تذهب بالفرس ليشرب يعني الى النهر ليشرب الماء ولكنك لن تستطيع ان تجبره على ان يشرب من الماء المساله اذا رفعت مسدس براس احد وقلت له اؤمن بالفكره طبعا سيؤمن اكيد من, من مسلسل براس ولكن تاكد انه عند رايه الاول مهم. هو مجرد قال لك انا امنت بالفكره ما بس انا يعني تحت ضغط الخوف والقار تحت الضغط المساله المهمه هو يقتنع ان هناك عصرا ذهبيا يعني شوف التاريخ عصر ذهبي يريد يرجع الناس البشريه المجتمعات الى مدة فترة تاريخية الناس يعني عاشت قبل الناس قبل ألف سنة في ظرف معين في بيئة معينة في تصرفات معينة هو يريد أن يعود بالمجتمعات الآن على تنويعها على اختلافاتها يريد يرجعها قسراً وقوةً وجبراً إلى صورة مثالية طبعا هي ليس ليس صورة دقيقة لأن الناس في كل عصر هم بشر ونوازع بشر وتصير بيناتهم يعني هاي الإنسان تدري نوازع البشر مم. موجودة عندهم يعني ما أقول لكم صورة ممكن كان صورة أفضل يمكن في في ظرف لأشخاص مثلا محدودين مم. أو معدودين لكن رسمت كل... هذه الصورة بهذه أي فهو هي يظن أنه يريد يعني يستقي من التاريخ نظاما قديما أكو مسألة مهمة هاي قضايا الخلافة مم. الدولة الإسلامية م. هاي لتاريخ ماضي في عصر كانت امبراطوريات وملوك تحكم كانت الناس كلها اما دين واحد الاسلام او المسيحيه او عرقا واحدا العرب او الرومان او اليونان كانت الافكار في ذلك الوقت يعني مثلا تصلح لمجتمع معين لجغرافيا معينه لاهل دين واحد والبقيه يعني اللي ما يشبههم يقولون احنا موافقين بس يوفرون لهم الحمايه <applause> يعني يوفر لهم حم... يعني صح يعاملون درجه ثانيه ولكن مثل مف... الذمه لكن سابقا إيه؟ ولكن الان <applause> مجتمعاتنا مجتمعات متنوعه يعني الان البشريه تنوع اختلاط تداخل ال... ال... اكو نسميه فكر قديم <applause> وفكر معاصر الان واقع جديد يعني ما يصير احنا نروح للتاريخ ونجيب نموذج من التاريخ كان يصلح لظرف معين لبيئه معينه لامبراطوريات <applause> لملكيات الان الناس المفروض اداره هذا التنوع، هذا التنوع الديني، الاثني، المذهبي، اللون، الجغرافي، اللسان. الله سبحانه وتعالى راعى هذه الافكار. يعني حتى القرآن نزل نزل على سبعة احرف. نعم. حتى القرآن. بالضبط. وطبعا هو كلها عربيه ومنطقه واحده لكن نزل بسبعة احرف. رعاية حتى يقدرون يقرون، حتى يقدرون يفهمون، وايضا يعني الله سبحانه وتعالى من من فوق سبع سماوات راعى الـ الـ الانسان. وقدر بهذه الصورة بكلامه جل وعلا م. واليوم أنت إذا تريد مثل ما ذكرت تفضل الدكتور جاسم أنه تريد تطبق الحد فما ممكن أنه يطبق الحد يعني إحنا اليوم كعرب وكدين كمذهب واحد لكن نشوف حتى في اللباس متغيرين الخليج إلى لباس شكل العراقيين لهم لباس التنوع شكل مهم. التنوع التنوع موجود, التنوع موجود فأنت لا تحكم علي أنا يعني لازم ألبس هذا مثل السروال واللي ما أعرف شو طبعا يعني الشريعة حاطئة. جاءت الشريعة جاءت بكليات يعني محاور كليات التفصيلات الجزئيه تركت لكل اهل عصر وزمان ومكان ياخذون يغترفون وينهلون من كليات الشريعه كلياتها العدل، المساواه، كلياتها الشورى، كلياتها التراحم، التكافر هاي كليات يعني اطار عام كل اهل العصر يغترفون من هذا المعين الزلال لما يتناسب مع ظرفهم وبيئاتهم وتقنياتهم وتنوعهم وهكذا يعني مثلا قصر الناس اجبار الناس واكراههم على تبني نمط واحد شكل واحد قضيه اول مره عقليه حولاء وعمياء ولا وتصطدم بالواقع يعني المفروض رحمه وما ارسلناك الا رحمه العالم رحمه للعالمين رحمه للعالمين تسع تنوعهم تسع بيئاتهم جغرافيتهم اشكالهم السنتهم الوانهم رحمه للعالمين السعه السعه هاي مسألة مم. مهمة، أما قسر الناس وإجبارهم وإكراههم على تبني رأي واحد أحادي في عالم اليوم متعدد هذا هذه هذه محاربة، هي فعلا يؤدي محاربة. إلى كوارث، مم. يؤدي إلى كوارث كما حصل في الواقع، مم. يعني كما شاهدنا جميعا. مم. نعم طيب، يعني هي فعلا هذه هي محاربة الأفكار والمجتمعات وال جاءت من خلال هذا المنطلق أو من من خلال رسم سياسة واحدة أو سطر واحد لمتابعه كل هذه التنوعات وهذه الاشكالات اللي موجوده عندنا في المجتمعات، اذا بالتالي ما راح نقدر نوصل الى نتيجه دكتور. فراح نبقى احنا اذا ما وصلنا الى تفكيك هذه البنيه، بنيه العنف راح نكون على مشكله. طيب دكتور يعني احنا خلينا نكون واقعيين اكثر، ما هي الافكار والرؤى ل آه وبدائل ايضا لتفكيك هذا العنف؟ جيد سؤال مهم، اكمل اكمل مم. ركائز طيب. خريطه العنف نعم تحكيم الشريعه مم. الايمان بالتغيير العنفي نعم ثلاثه الولاء والبراء مهم. من ليس معنا فهو ضدنا الولاء بالتأكيد. والبراء شلون يفهم الان؟ مهم. اللي مو مثلنا مهم. مو بشكلنا مو بلساننا لا يتبنى ما نتبنى مهم. هذا هذا ليس له حق التعارف التواصل التعاون مهم. الحقوق الواجبات هذا النفي والابعاد والاغتيال <applause> يسبى طيب. لا يقتل تنتهى كرامته <applause> حريته يهجر من منزله من منطقة الولاء والبراء <applause> يعني من يتبنى ما نتبنى فهو منا <applause> ومن لا يتبنى ما نتبنى فهو ضدنا أو فهو عدونا فهو يعني هذا نعم. العدو ليس له حق الحياه <applause> وليس له حق العيش وليس له حق الـ شوف الـ الـ الافكار اللي يعطون حقوق لنفسهم ويقابلوها بحقوق اخرى الولاء خمسة ن... هاي مساله خطره الولاء والبراء مم. بعدين يجي على ايات الكريمه يقول احنا كل ما ذكر عن المؤمنين احنا مم. وكل ما ذكر عن الكافرين والفاسقين وغيرهم والمرتدين من هذا من يخالفنا هذا من هذا هذا الركيزه الثالثه مم. في تستند اليها خريطه العنف الرابعه مم. الاشتغال على الصراع الهوياتي الصراع الديني صراع الاختلاف هذا اللي تعميق التفريق رابع تعميق الاختلاف مم. يعني هو هو لا يدرك ان عالم اليوم عالم متنوع الناس اديان مذاهب واعراق وألوان هذا والوان مم. والسنه والوان هو لا يفهم هذا مم. فيبدا يشتغل حتى يجد له منفذ شلون يدخل مم. وسط هذا التنوع يجد له منفذ ماذا يقول نحن نتبع كذا او نحمي كذا ندافع عن كذا من من, من هذا التنوع كي ينفذ إلى المجتمع ويبدأ بإشعال فتيل الصراع الديني المذهبي <applause> العرقي المناطقي <applause> يبدأ يبدأ بس يعني يذكي يشعل فتائل الصراع يعني يعني هو لا يجد له مكاناً إلا في, مجتمع <applause> في مجتمع منسجم في مجتمع فرق تسد بالضبط مجتمع منسجم مجتمع <applause> متلاحم مجتمع يسيرون على خطة على رؤية على استراتيجية يعرفون أين يذهبون يعني نسميها يدخل إلى المجتمعات التي تعاني من نسميها الضعف الهشاشة الهشاشة الهشاشة, 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 الهشاشة يعني ينفذ هنا ينفذ إذن هذه الأربعة هي خارطة العنف تستند إليها ما لم ندرك الآن هل إحنا الآن قلت علماء وباحثين ومفكرين عملنا على هذا لا إحنا مجرد نستنكر ونشجب ونندد ونكتفي بهذا يعني من شجبه وندد واستنكر اخلى يعني دمتة ابرا ذمته اخلى ادى واجبه زين جراحيا فكريا عمليا برامجيا زين مثلا الذين خدعوا بافكار العنف قلت لك الباحثين قسموهم هؤلاء كذا حتى اعمارهم حتى توجهاتهم الفكريه حتى الى اخره زين احيانا اكو ناس مصابين بالمرض بس ما ظهر ما ظهر عليهم فتره هذا خطر يعني هو حامل الفيروس لكن حين يجد البيئه المناسبه يظهر الخلل وين؟ الخلل شلون احيانا هاي الصحه وزارات الصحه تسوي لقاحات لقاحات يلقح من يوم واحد جرعات, جرعات مناعة <applause> ولقاح من عمر اليوم الى خمس سنوات <applause> وين اللقاحات الفكرية؟ والمناعات الفكرية؟ المناعات الاجتماعية، المناعات الاعلامية، المناعات الخطاب الديني <applause> المستنير، المناعات ولقاحات المؤسسات، <applause> البرامج، المشاريع، الافكار، الكتب، الرؤى، الحلقات النقاشية، اللقاء مع الشباب، يعني عمل جبار <تضيع> واحنا هذه الحمله هي من ضمن هذا اكيد هذه محاوله يعني وهذه الحمله طيب. المباركه هي تستهدف تستهدف <applause> بنيه العنف خريطه العنف شايف شلون يدمغه فاذا هو زاهق يدمغه الايه الكريمه يدمغه فاذا هو زاهق بل نقذف شوف نقذف القذيفه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يدمغه وين بدماغه فيدمغه يعني يضربه وين؟ بدماغه يعني بالدماغ مات في دماغه فاذا هو زاهق شوف حتى بالهاء طلعت الروح يعني من اصيب بالدماغ زاهق الهاء من الجوف تطلع مات شوف اذا العمل يقتضي عملا تدمير يعني اصابه دقيقه اصابه دقيقه فالحمله المباركه تستهدف تفكيك بنيه العنف خريطه العنف الخارطه المعرفيه للعنف هذا مهم جدا وهذا هو دور العلماء المستنيرين والمفكرين والباحثين والمعلمين والاباء والامهات والاعلام الكل هذا وباء وباء شايف اهل المنطقه نصيبها وباء طاعون مرض شو يسوون؟ عليهم انه يبحثون عن الوحوش شوفوا واذا الوحوش حشرت واذا الوحوش حشرت زين هي وحوش شلون تحشر؟ غرائز مخالب وانياب واطماع شلون تحشر؟ واذا الوحوش حشرت يعني جاءهم جاءتهم لحظة معينة خطر داهم جعلهم ينسون ينسون مخالبهم وأنيابهم وغرائزهم نحن اليوم أمام هذا الطاعون المرض الطوفان الإعصار واجب واجب ان نتكامل ونتكاتف جميعا هذه مساله مهمه جدا اذا لم الان اذا لم اذا لم نعمل ونشتغل على تفكيك بنيه العنف، خريطه العنف. راح نبقى ونطرح بحنا. حلول ومعالجات وبدائل مستقبليه، يعني في الواقع وفي المستقبل. نحتاج شايف يقول راجعني الطبيب، يقول له راجعني اسبوع، مه. بعد ست شهور داري نفسك، مه. سنتين كذا، يعني بالضبط. خطه خمسيه كما بالضبط. كما تعمل بها بعض الدول بعض. لبناء الاقتصاد والبنيه التحتيه وكذا، إحنا نحتاج. هذا مهم، اكو مساله مه. اكو مساله مهمه، هناك تحصين وهناك تحصين. مه. وبعدين معالجة جراحية. <applause> أنت قلت الوقاية خير من العلاج. <applause> إذا ما أسوي كذا ما أتمرض، إذا ما أكل كذا ما... هذه وقاية. إحنا نحن اليوم إحنا مرضى نشتغل على الـ الـ الآن نشتغل على الإثنين. <applause> نتوقع حين نعرف وندرك ونفهم حتى ما يصيبنا المرض. إثنين من أصيب بهذا به المرض واستفحل به البتر القطع آخر الدواء الكي. فمطلوب اثنين، من يقوم بعملية التحصين واللقاحات والمناعات؟ فرق. طبعا هو حتى الدولة تعمل بجهد كبير اكيد, أكيد العمل, يعني موجود العمل موجود، العمل موجود ويشكر ويذكر ويثمن أكيد, أكيد, اكيد ولكن نحتاج الى ان نعمل بالتكامل أكيد أكيد يعني من يقوم بعمليه يعني قصدي من يقوم قصدي نحدد من يقوم بعمليه التحصين واللقاحات والمناعات المفكرين الباحثين الخطباء الاعلام الكذا هذا نحدد وهكذا هذه مساله مهمه جدا ليش؟ رعايه وصيانه لشبابنا من دي دي أجيال لمستقبل تربوا في هيك حمايه وحفاظا على مواردنا، هاي مساله مهمه جدا، تفكيك بنيه العنف، يعني مثلا اين يكمن المرض؟ اين جذر المرض؟ شايف انت اخذ اشعه؟ يقول لك هذا شلون نقول نحدد هذا البيت بهذا العنصر اللي هو يتسبب بانتشار هذا الارهاب، هذا الفكر، هو هذا الداعيه لهذا المنهج. انا قصدي ايضا وين اي اين هنا بالجسم البشري؟ وين بذره العنف هنا بذره العنف تكمن هنا فهذه <applause> بذره العنف اما في الروح في النفس في في القلب <applause> يعني تشخيص الاشعه الاشعه الفكريه <applause> ستظهر اين بذره العنف اين جذر العنف ويعالج معرفيا فكريا اجتماعيا نفسيا اعلاميا خطاب ديني مستنير مؤسساتيا عمل مجتمعي وهكذا وه هذه خطوات فاعلة وخطوات رائدة وخطوات استراتيجية تحصن الواقع وتفتح أبواب المستقبل ربما تحدث البعض دكتور جاسم أنه يعني يمكن نقول أنه الإرهاب اليوم شوية يعني, يعني حقق أهدافه اللي هي التفكيك اللي عاش البلد اليوم صارت عندنا مشاكل هذا يقول هاي منطقة اللي وهذا يقول هذه البيئة اللي وهذا يقول هذه تابعة اللي وهذه المشاكل هو فعلا ولدها الإرهاب باعتقادك إحنا نتمكن اليوم اذا وضعنا مثل هذه الاليه مثل هذه الاستراتيجيه اللي راح ناخذها في حلقه مقبله ان شاء الله نقدر نتخلص من هذا التشتت لان هو دخل علينا من ابواب متعدده مثل ما نقول مثل الزيت اللي يدخل يفوت من جو الباب او كذا يتغلغل هذا التغلغل اللي وصل للارهاب اليوم هو فعلا من خلال بنيته القويه اللي يتمكن من خلال التفرقه من خلال الضعف من خلال الى ما شابه ذلك يعني اكو امل نقدر نقول؟ اكيد بلا مم. شك الان الارهاب كماده كجسم يحتضر ان لم نقل مات اكلينيكيا مات موت سريري الارهاب كجسم انتهى انتهى كجسم اقلع بعيدا عن ارضنا بهم يعني الذين مم. ذو السواعد السمراء تمام؟ <applause> يعني كجسم اما كافكار <applause> كافكار افكار اه الافكار شوية الافكار نحتاج الان فرق فكريه كتائب فكريه فكر نحتاج عملا فكريا لماذا كي لا يعاد يتكرر وينجح اه هاي آه مساله مهمه جدا نعم مهم مهم طيب فبس اكمل نعم هذه نعم القضيه ضروري نعمل بتكامل ونعمل الان دراسات الان نروح للسوق نروح للسوق نروح للكتب للمصادر للبحوث نشوف محركات البحث جوجل وغيرها نشوف دراسات عميقه وجليلة بس ماكو متابعة عندنا دكتور من مشكلة المتابعة من الجمهور قليلة يعني أنا أقصد الجمهور احنا نفتقد إلى وقراءة يعني بسبب انشغالهم بسبب ايه؟ المقصد الجمهور ولكن المتصدين يعني كعلماء كباحثين كأساتذة كأولياء م. أمور تهمهم القضيه ايضا في المدارس طبعا المدارس في الجوالة. احنا المفروض نحصن الطلبه نحصن الطلبه وشريحه الاسر تحصن تحسن ط... الاسر في البيت يحصنون يحصنون شايف قبل يقول يحصنا يعني يقرا عليه وكذا مش يطلع يسوون ايضا التحصين هو ان شايف الشتاء حتى ما يتعرض لوعكه لا يتعرض ايه. الى نزله برد لا ايه. يتعرض لا يتعرض الى ضربه درونسة. شمس تمام ايه. يعني وكذلك الفكر مهم جدا يعني مثلا ذكرنا يعني مثلا نخرج من هاي فقط احنا صح والباقي كله غلط الحمد لله رب العالمين ولقد كرمنا بني ادم قل اعوذ برب الناس يعني هذا القران الكريم الحديث نبوي الشريفه يعني فيها سعه وقبول للاخرين للعالم يعني فل قل تعالوا الى كلمه سواء ممكن بيننا يعني حتى اذا الاخرون يختلفون يختلفون عنك في ثم ولكن تعالوا إلى كلمة سواء نتفق على ما يسهم في بناء أنفسنا وبلدنا هاي طبعاً جانبنا إحنا يعني جانب المتصدين مو جانب الإرهاب يعني لا, لا لا ايه لا نحن نحن ايه ايه لا لا ايه هذا خطاب مجتمعي مخت... مجتمع يعني قصدي نعم المجتمع حتى يتوحد بعيداً عن خطابات الإرهاب وخطابات الإرهاب خطابات مرضية يعني خطابات مريضة ما ممكن حتى البنية حتى البنيه البذره مم. هي يعني حتى تزرع بالقوه في وقت معين في ظرف معين في بيئه معينه هي يعني حتى الارض تلفظها ليش؟ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض يعني آه. الذي يم... هذا قوانين آه. الذي يمكث يبقى في الارض هي التي تعمر الحياه آه تحقق كرامه الانسان وحريته وازدهاره وتنميته هذه اما الافكار التي تودي يعني بالموارد بالنفس البشريه مم. بالمجتمع يعني يتفتت او ك... هذه يعني لن دورة حياة العنف، أفكار مم. العنف فليدرك شبابنا جيداً. دورة حياة العنف شايف دورة حياة الذباب ايش قاعد تعيش أسبوعين؟ دورة حياة هاي مدوخة يجوز يجوز ثواني مم. مم. ثواني تعيش دورة حياة ثواني دورة حياة العنف قصيرة، دورة حياة التطرف الإرهاب قصير قصيرة خصيرة جدا خصيرة في في قصيرة جداً قصيرة في فترة قصيرة جداً دورة حياة السلام الوحدة الوطنية التعاون التكافل التراحم و حياتها طويلة. طويلة جدا هذه مسألة مهمة جدا يعني ليش لأن من يبقى من الذي يبقى الذي يمتلك القدرة على منح الحياة يعني عنده قدرة على العطاء قدرة على التجديد على التطوير على التحديث على التنمية هذا يبقى ليش لأن هذا من مصلحة, مصلحة الحياة لنحن. من مصلحة الناس يبقى أما من يعني يؤدي إلى يعني قتل الناس وتلاف الموارد وتحويل العمران الى خراب هذا يعني هذا قوانين الحياه نفسها ترفضها وكذلك ما ممكن اولويات يعني. الناس مصالح الناس مصالح الناس مصالحهم مصالح في الامن في الاستقرار في الرزق في العيش الكريم في مصالح الناس تتضرر نعم. إذن اذا هذا الخطاب لا يصلح يعني وهو الان انتهى كجسم على الارض كجسم على الارض, على الأرض ولكن تفكيك الخريطه يبقى تفكيك خريطه العنف مسألة مهمة جدا هي واجب وايضا من العلماء ومن المفكرين ومن الباحثين يعني من يتصدى لهذا الموضوع ولكن يقتضي العمل اكثر اهتماما، اكثر حرصا، اكثر انسجاما وتكاملا يعني كي تطوى هذه الصفحة الى الأبد طيب دكتور يعني انتم كاختصاص بالفلسفة وعلوم الاسلامية يعني رؤيتكم من خلال ما تحدثنا عنه اليوم بهذه الصورة تفكيك بنية العنف أه ربما يعول الكثير على دور الخطباء وأساتذة المدارس أيضا يعني أنتم برأيكم اليوم كمجموعة كمفكرين كأصحاب خبرة واسعة بهذا المجال يعني هل الخطباء أدوا الدور الحقيقي عليهم أو يحتاجون إلى مزيد يعني آخر منهم يقول لا والله يعني بالعكس هو دمارنا صار من بعض الخطابات اللي أدت إلى ما وصلوا إلى مجتمعاتنا اخر يقول لا اكو من يحارب واخر يقول لا اكو من يخاف يتجبجب انه يتحدث في هذه الامور حرصا على عائلته ونفسه وكذا من التعرض الى جيد ذكرت قبل قليل ان مشكله ازمه العنف هي ازمه مركبه ازمه مركبه يعني تداخلت اسباب كثيره نفسيه واجتماعيه واعلاميه ودراسيه وغيرها وشكلتها. مهم. الحل مركب لان المشكله مركبه مرتبط بأزمه مركبه تتطلب الحل تقتضي حلا مركبا الحل المركب لن تستطيع شريحه واحده ان تقوم به. مه. إذن اذا على الاعلام دور الاعلام التنموي اعلام الوعي اعلام حفز الوعي اعلام خطاب ديني مستنير دين. تربيه تعليم مه. تربيه وتعليم يربي الملكات النقديه والتحليليه مه. الحياه الاجتماعيه الاسريه، فعاليات اجتماعيه، حوارات مع الشباب، تهيئه فرص عمل، عمل متكامل. هذي هذي كل الجهات تشتغل طبعًا حتى تقريبا بتعاضد وبتكامل. هذه هذه مساله مهمه جدا. اما اذا يعني نلقي باللوم مثلا، طبعا هناك اكيد الخطاب الديني خطابا وعظيا مباشرا، انا اسميه حنجريا. يعني الخطيب يتصور حماسي اي حماسي يتصور يصعد إيه على المنبر ويعني يذكر بعض الكلمات بعض العبارات ويعني بصوت عالي لا احنا الان نحتاج خطاب ينطل الروح حقها يعيد ايه تعريف الدين خلينا ايه نعيد تعريف الدين اعاده تعريف الدين مه. يعني الدين في في صورته البهيه في صورته مه. الروحانيه في صورته الجميله الوضاعه يعني دينا انسانيا ينمي ملكات الروح القلب فعلا سياسي اقتصادي انساني يعني عقلي قصدي يعني الجسد طبي يعني كل شيء فيه تمام يعني ليس فقط مه. نحن والآخر أو الهوية أو كذا يعني حالة روحية مهمة يشعر الإنسان بسلام داخلي سلام داخلي الدين مهم جداً لأنه هذا عطش عطش كينونة بشرية يعني ليس من السهولة التركة لأن هذا في الكينونة البشرية أيضاً نحتاج تعريفه أنه حالة روحية سلام داخلي يشعر بسلام مع الآخرين بالتواصل ولقد كرمنا بني آدم كلهم كلهم على اختلاف مم. وتنوع دياناتهم ومذاهبهم وعراقهم والوانهم والسنتهم هم من بني ادم وتعارفوا التعارف اذا من الحوار يعني. التكامل و... ما قال يعني خليناهم في دين واحد ابدا مم. اكيد هذا التنوع التنوع مهم فالخطاء اعاده النظر مم. في الخطاب الديني مهم جدا اعاده النظر في الخطاب الاعلامي مهم جدا مم. اعاده النظر في مناهج التربيه والتعليم وطرق التدريس مهم جدا اعاده النظر في الحياه الاجتماعيه مهم جدا مهم احنا نحتاج اعاده تشكيل العقول إعادة من من يقوم بإعادة تشكيل العقل يعني بناء هذا العقل البناء الفكري كي لا ينف... تنفذ إليه سموم الكراهيات والقطيعة والتصنيف تصنيف تصنيف الآخرين إلى أديان ومذاهب وأعراق وألوان وألسنة هذا الخطاب نحتاجه جدا يعني أما إذا بقينا يعني في دائره في نفس في متقوقعين منكفئين مه. على انفسنا ونظن احنا فقط سنذهب الى الى الجنه والاخرون سيذهبون الى النار وهذه مه. كارثه المهم الكارثه الان هو يريد ان يعني ما دام حكم عليه انه من اهل النار مه. يعني سيعمد الى توصيله يعني مه. يعني ليس لا يكتفي فقط يعني يقول عنه انه كافر او كذا بل سيعمد الى يعني ايقاع الاذى به وهذا خطر جدا طيب. يعني المهمه نبيله وانسانيه وشرعيه وعقليه ووطنيه والى وايضا تقتضي تكامل تتطلب تكامل كل الجهات من اجل عمل فريق واحد كي يحقق طيب, يحقق طيب. ال احنا دكتور ما اريد نكون سلبيين ولا اريد نكون يعني لسنا اصحاب او لدينا امل في في ان تكون الحياه ان شاء الله على عكس ما اليوم إحنا نعيشه في البلد. أمل أمل كثير. كبير. أمل. الحمد لله الحمد لله. يعني أنا أؤمن كثير. أن المستقبل نفتوح. مفتوح. مفتوح. مفتوح م. والآن أفضل من م. قبل مدة وأفضل والقادم م. إن شاء الله أفضل. هذا الله. مهم جداً ولكن العفو نعمل م. ونعمل. مسألة مهمة م. يعني الأمل وحده يعني نطلق بالونات الأمل هكذا لا نعمل م. يعني معطيات الواقع تقول هناك أمل معطيات لا. الواقع تقول طيب. هناك أمل وأيضًا م. نعمل. كنت <applause> كنت اود دكتور يعني ضيق الوقت كنت اود اتحدث عن ما اذا لم نستطع على تفكيك بنيه العنف ماذا سيكون بدقيقه لو سمحت يعني طبعا اكيد هذه مساله مهمه جدا ان نعمد ونعمل على تفكيك بنيه العنف خارطتي واذا لم نعمل هذا يعني سيبقى المرض كامنا ينتظر فرصه سيبقى الفيروس يقظا الوسواس الخناس مو؟ فعلا فاذا ذكر الله خنس وهذا مم. لم يذكر ضار فهذا المرض خطير ينبغي التحصين والمناعة وعلاجه واستئصاله مهم جدا مم. ولكن بعمليات جراحية وفكرية ومعرفية واجتماعية وبرامج ومشاريع مم. وهذا نعمل من خلال هذه الحملة المباركة إن شاء الله أن وهذا أول وغيث قطرة ثم ينهمروا إن شاء الله لكي يعني يست... يعود الأمن والاستقرار والتلاحم أنا أشكرك دكتور جاسم السدر عضو الحملة الوطنية الإسلامية لمناهضة العنف وتطرف الإرهاب شكرا جزيلا لك أيضا الشكر لكم مشاهدينا الأكارم لحسن المتابعة على الأمل أن نلتقيكم بحلقة مقبلة بإذن الله تعالى إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>